نقطة ضعفه شنو؟ انك تبتعد عن خرطومه شفاط النمل. شوفوا هذه نقطة ضعفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد من اللعبة الأسطورية كاب هيد. قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك، يلا نبدأ. يا هلا ومرحبا بالاساطير، رجعت لكم بمقطع جديد من اللعبة الأسطورية كاب هيد. لا تنسون اللايك يا اصدقاء، ولكل من يسأل نبي ردد، انا عارف راح تكتبون بالكومنت نبي ردد، وان شاء الله اليوم ينزل مقطع لردد، ولكن التنويع مطلوب علشان تكبر القناة وتزدهر. بردد ولعبة واحدة صعبة تكبر القناة يا اصدقاء، فلازم ننوع. فنقول بسم الله ونشوف شنو عندنا هني. اوكي، ران اند جن، الركض والبندقية. وين السلاح الثاني؟ حلو، نبي هذا. يلا روح روح، والاول والثاني. الله عليك ميسي، الله عليك كريستيانو رونالدو، يا سلام عليك يا نيمار، يا سلام عليك يا مارادونا. طبعا اضحك، ترى مالي بكرة القدم نهائي، بس بقول كل اللاعبين عشان ما حد يزعل، عشان جماهير كريستيانو ما يزعلون وجماهير ميسي ما يزعلون. احلى ميسي، ويعدي من الاول ويجي كريستيانو ويعدي من الثاني، ولكن يخطفهم رونالدينو الأسطورة. بصراحة أنا ما تابع، أي بصراحة أنا ما تابع كرة قدم، ولكن رونالدينو يعجبني للأمانة. تحسون أنه لاعب من كوكب آخر، حتى لو مالك بكرة القدم تشوف الشخص هذا ومهاراته تنصدم، تقول وات. حلو، لازم نسوي لازم ناخذ هذا شلون؟ لا تكفى، باقي لي ضربة واموت. لك ثلاث ضربات وتموت، يسمونهم اتش بي، بس مغطي عليهم الفيس كام، بوريكم اياها ان شاء الله في مقطع. في وحش ثاني، روح 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 روح. الله على ميسي، الله على كريستيانو رونالدو، الله 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 على رونالدو البرازيلي وعلى وات. بوريكم الاتش بي، خلينا نشيل الفيس كام. شايفين تحت يسار اتش بي 3، معناته لي 3 ضربات واموت. انا مت هني صح؟ لا تعديت هذه. اوف، لازم تعطيها باري، لازم تعطيها باري اللي هي هذه دبل جام. يا سلام يا اسطوره يا رونالدينو، لازم اعلق على رونالدينو لانه لاعبي المفضل رغم اني لا اتابع كره القدم. اوكي وصلت الباص، يا سلام. ها شكله زعيم المدينه، هو اللي يعطيهم اوامر. يلا يلا خلاص، فزت ولا لا؟ لا والله تو الناس. اوف نط 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 نط، اوب 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 اوب. يا اسطوره يا اسطوره، ما هذه المهارات؟ يس. مثل ما قلت عندنا 3 ضربات فقط، ويسمونهم باللعبه اتش بي، ولازم نتطور طبعا، نشتري سلاح جديد على حسب الوحوش. اذا وصلت الوحش ومحطني لازم اني اشتري سلاح جديد. حلو، خلينا ننزل تحت الحين، نروح هذا اللي كأنه قبر. يحتاج مساعدة، مكتوب هيلب، بس شنو المساعدة بالضبط؟ طبعا اي شيء باللعبة يكون لونه وردي، بس هذولا تضربه بالباري اللي هو دبل جامب دبل اكس. شوفوا
بس هو قاعد يتحرك شايفينه. شوفوا هم قاعد يهجمون عليه. وات؟ انا عندي 3 ضربات شلون مت؟ انا عندي 3 HP معناته شنو؟ معناته لازم ان نخلي الاشباح ما يلمسونه، يعني ما له شغل الاتش بي، لازم ان نحمي واخليهم ما يقربون. شوفوا طبعا واضح انهم راح يتكاثرون، بس بحاول اني يلا مناك يلا مناك انت وياه يلا يلا لا يس فيكتوري من اول محاولة. حلو لحد الان يعتبر شيء عادي. طبعا انا شنو قاعد العب؟ انا قاعد العب اللعبة كاملة مع الدي ال سي لاني شاريها في باكج كامل، فهمت شلون؟ يعني مرات يدخلوني اللعبة الاساسية، مرات يدخلوني وحوش للدي ال سي. افتحوا لي السوبر. حلو حلو نطلع نكلم هذا يلا. واو الموسيقى الرسومات شيء خرافي، شيء مجنون فعلا. تردك لي الرسومات القديمة الاربعينات والخمسينات. واو الحين جتنا زميلة جديدة اعطتنا بيتزا. يا سلام شوفوا خلته ياكل البيتزا وتحول شبح. الحين تحولت لشخصية البنت، خلينا نكلم هذا. ما عنده شيء، خلينا نطلع. رديت لشخصيتي ليش؟ أبي وحش قوي، شلون؟ أبي واحد أقعد معاه ساعة. عندنا تحدي، شوفوا، يقول اضغط الواي اللي هو الباري، دبل إي اللي هو الجمب. وانزل السهم تحت ومثلث. اها حلو. لا خطا. هذه اول وحده. ثاني وحده دبل جمب. حلو بعدين انزل السهم تحت واضغط مثلث. بعدين لا حلو عيدها. باري دبل جمب نزل السهم تحت مثلث باري. حلو بعدها انا اطلع هذيك واخذ الكوين. شو شلون سهله نط لانه مهمه ويعطونك الكوين. الكوين جدا مهم. هوبا يا اسطوره. يس توتوريال حلو ممكن نستفيد منه في المستقبل. هذا شنو؟ طبعا عندي 3 كوين او ذهب، ممكن اني اشتري المونشاين. يا سلام اموت على شيء اسمه مونشاين، له ذكريات جميلة. شلون ابدل الطلق؟ خل ما احط العنكبوت. تعال 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 يعني غاوي انت. ها اح اح فوضى 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 عارمة يا اصدقاء.
ما حط. شوفوا هذا تنفجر. شوفوا نفس الفخ. أبوب لا تكفى. شوف الحشرة هذه. تعال قسما بالله لا ما احتفظ وياه. ملاحظين الفوضى ولا لا؟ لعبة قد ما اقول انها رهيبة. عندي 3 ضربات، يعني عندي 3 HP. كان عندي كم؟ كان عندي 4 بس عطيت نفسي عين. اوف لا تكفى. وات فوضى صح؟ تعال قسم بالله كسر راسك العنكبوت، انت واصدقائك وعشيرتك وجيرانك وكل من تعاون معك. هذه لازم اضربها باري بس ما بيها غلط. لا بضرب هذا باري. شلون؟ شخصية البنت ما عندها باري تصدقون؟ نعم يا اصدقاء انها فوضى عارمة. شنو؟ توقعت اقدر اكسرها. تدري شنو مشكلة اللعبة؟ وين الصعوبة؟ الصعوبة ان اللعب عشوائي. يعني شنو اللعب عشوائي؟ يعني كل ما تموت وترجع تتغير طريقة اللعبة. متخيلين؟ الحين انا اعدائي منو؟ العنكبوت والنحل. دايم يا القوة. شو فخم. لو ما حطناه يا سلام. جتني هذه الحين. يا الله شو تستهبل قاعد ترقص علي. لا شو نسوي؟ زين لازم ابعد عن الكهرباء. شوفوا لا تكفى. باقي لي ضربه واموت. باقي لي اوف. وات يس جيت معاي. 4 HP وضربة غاضية. حك هذي نقطة ضعفة. شنو؟ انك تبتعد عن خرطومة شفاط النمل. شوفوا هذه نقطة ضعفة. شوفوا لا والله ضربني الكلب. شوفوا حلو ضرب فوق. وين؟ تحت. دايم يا القوة. ضربني والله. حلو. اتوقع اني قربت اخلص. حلو اتوقع اني قربت اخلصه. وين؟ فوق. حلو. شوفوا بعد ما توصل لمرحلة اليأس تشوف الصورة هذه يقولك ترى باقي لك شوية على الفوز. كمل لا تيأس بليز. فلازم اني اكمل. هذه نهاية التوصل. هذه نهايتك يا وصخ يا ابو لسان. هذه نهايتك يا شفاط الحشرات. هذه نهايتك يا شفاط النمل. شايفني نملة يوم تكتشفتني؟
ضعيفة عندك انا. قالك شايفني النملة ضعيفة عندك تشفطني براحتك، لا حسيب ولا رغيب. حلو حلو، بعطيه ضربة غاطية بس خليه يطلع لي راسه. اي عادي عادي ضرب ضرب، عندي ضربة واحدة بعد. ممكن الغلط اني ما شريت لي شيء من الشوب يكون دمجه اعلى. حلو حلو، هذا انا ابي هذا، انا ابي هذا. حلو، يس يس يس. شوفوا ما اقول لكم ما هو صعب، هو يعتبر صعب بس لازم تتعلم حركاته. إذا تعلمت حركاته راح يكون سهل، ولكن بالبداية علشان تفهم حركاته لازم تعاني نفسي. وهني أكون وصلت لنهاية المقطع، شكرا لكم على المشاهدة، السلام عليكم. بيخرب بيته. يس يس، هذا ما كلمته. وات، يا سلام. ما عندكم شيء انتو بعد؟ طماع ها؟